حق تسجيل اليوم الأول بطولة البرث للصقور اللي هي جزء من مهرجان البرث الرابع للصقور. الحمد لله رب العالمين، الإقبال لحد الآن في تزايد. احنا الحين الساعة 7 وتسجيل فاتح من الساعة 4، ولله الحمد الحين وصلين تقريبا ما يقارب فوق 75 متسابق، يمكن حول 100 وشوي طير من انواع معينه، طبعا شو اسمه الجير والحر والشاهين. نتمنى يعني العدد يزيد ان شاء الله. احنا في اليوم الاول وما زلنا ان شاء الله. بالنسبه حق التسجيل، طبعا هو مشى بكل سلاسه ولله الحمد، لان السنه العام شفنا بعض المعوقات في اثناء التسجيل. السنه الحمد لله رب العالمين الله وفقنا وقدرنا نحط نظام الكيوماتيك اللي هو ان الصقار يدخل ياخذ الرقم، يركب الشريحه الذكيه، وعقب اقصد الحلقه الذكيه، وعقب يستريح يتقهوى ويعين من الخير. بعدها يتجه الى 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 موظف التسجيل، يسجل الطير ويعطيه معلومات الهاي المشاركة. بعدها راح توصل لهم مسجات إن شاء الله أن التسجيل صار يعني وتم، وبعدها يتواصلون معاه بخصوص معاينة الطير.